اليوم رح ناخذ درس 33 في تعليم الكمان الغربي من صفحه 18 في ميثود باجانيني اول. رح ناخذ التمرين رقم 1 في يودبل كورد، انه بنستخدم نمشي وترين مع بعض، وتر معفوق عليه بالاصبع الاول ووتر فاضي على الوتر الثاني. يعني خلي اصبع ثابت بهالطريقة على سرعة 70. بطيء شوي مشان نقدر نمشي كويس. نبتدي 2 3 4. الدرس الثاني بس رح نخليه على سرعة 90 لأنه روندال، يعني أبطأ شوي. هني 2 3 4. انتبهوا انه المترونوم هو عم يلخبط احيانا، بيرجع بيضرب الدم في نص المزوره او غيره. نحن عموما عم نعد 1 2 3 4 في كل التمرين رقم 2، لانه اعتقد في نص التمرين رقم 2 صار في غلط في التيمبو من الجهاز نفسه من عندي. شكرا.